إذا نمشي مباشرة عند نزام العيون. ألو نزام طنطان. مرحبا نزام. مرحبا. سافرت بك العيون. مكرهناها الصراحة. الله يبارك فيك. مرحبا نزهة. مرحبا. الله يطول عمرك. صباح النور. نتمنى تكوني على خير. الله يبارك فيك. الطاقم للمولاتي والمغاربة كلهم داخل وخارج الوطن ومن طنطا للقويرة، وتحية لجميع أهل طنطان والعيون وكل أقاليم الصحراوية. الله يبارك فيك. وخصوصا الصديقات ديالي مستفيدة التكوين المهني بطنطان. الحمد لله اللي لقى إقبال كبير من طرف الحمد لله. الحمد لله سيدات صحراويات اللي كان لي الشرف اني ندرسهم هاد شعبه الطبخ والحلويات. الحمد لله. الحمد لله لقى اقبال الله ولك الحمد. تبارك الله عليك. تفضلي. المناسبه العظيمه. اييه مرحبا. الله يطول عمرك. اليوم وجدت وصفات خاصه بالصحراويه. عندنا مارو بالحوت. اييه. مارو بالحوت اللي هو الرز بالحوت. الرز بالحوت واخا. هنا في هذه الوصفه هذه كنستعملوا كربينه. من الاحسن تكون كربينه قطع كبيره كيلو. كيلو ديال الكربينة مقطعة قطع كبيرة هكا ولا متوسطة، وكتشرمل بشرمولة عادية يعني معتادة في المطبخ المغربي، يعني بالقزبر ومعدنوس الحامض الثومة الهريسة العطرية كلها إلا الكامون، لأن هنا الكامون ما كيستعملوهش في هاد الوصفة، كيستعملوه واحد العطرية هي خاصة بالحوت. وخصوصا كتكون متواجدة بزاف في العيون هنا قليلة، هي عبارة عن حوت مجفف ومطحون مع بعض التوابل. هي معروفة هاد مارو بالحوت بهاد العطرية هادي، خصها تكون ضرورية. ملي كنديرو واحد معلقة تقريبا صغيرة من هاد العطرية في وسط هاد الشرميلة كلها، كنشرملو هاد الكوربينة مزيان، كنحاولو نثقبوها هكذا، نثقبوها يعني بعويد ديال العشوة، وندخلو هاديك الشرمولة اللي وجدناها. كندخلو مزيان هاد الشرمولة وكنخليوها ترقد، هاد الكوربينة كترقد في هاد الشرمولة. من بعد كناخذوا مقله ونديروا فيها الزيت، وخاص يكون الزيت سخون بزاف لان الحوت كيتقلب بلا طحين. الا ما كانش الزيت سخون ما كيلصق لينا الحوت. كنخليو واحد الطرف ديال الكوربينه تقريبا ما كنقليوهش، كنخليوه هكذاك، والاخر يعني كنقليوه في هاد الزيت سخونه حتى كتسخن مزيان، وكنقصوها متوسطه يعني انها متوسطه، وكتقلى من جوج جهات يعني فايته الطياب ديال الحوت العادي، يعني كتحمر مزيان وكتقلى بلا 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 طحين. كنقليو هاد الكوربينه وكنخليوها على جهه. من بعد غادي ناخذ واحد الكوكوط ونديرو فيها بصله تكون مشلضه وحده، وجوج مطيسات مقطعين مربعات كنحيدو لهم الزريعه ونقطعوهم، وجوج حبات ديال الثومه محكوكه، وهذاك الطريف ديال الكوربينه اللي كنا خلينا بلا قليان حتى هو كنديروه في الكوكوط، وغادي نديروا هذاك الزيت اللي قلينا فيه الحوت. ياك واضح؟ قلينا الحوت في هذاك الزيت وخلينا هذوك الطروفات الحوت يعني مقليين، باش كيطلق باش كيشرب هذيك البنات ديال الحوت. اييه. والا بقات لينا شي ترميله كنزيدوها في هذا الكوكوط. كنقليو هذا البصله ومطيشه وهاد الحبه ديال الثوم وهاد الطرف ديال الكوربينه اللي خليناه بلا قليان فهذاك الزيت اللي قلينا كنحيدوه من المقله ونديروه في الكوكوط واحد 5 دقائق تقريبا. وكنديروا الماء، كنديروا الماء اللي غادي يكفينا في الرز في مارو، ونديروا ضامد البنه ديال الحوت، ونديروا فلفله وحده خضراء مقطعه على الطول على 4، يعني الفلفله كتكون على الطول، وفلفله حمراء حتى هي مقطعه على 4، واحد جوج ديال الفتات حتى هما مقطعين على الطول، إذا كانت كبيرة على 4 ولا كانت صغيرة غير على 2، وجوج ديال الخيزو محيد ليه القلب مقشر محيد ليه القلب حتى هو على 2 على الطول. جوج كورجيت ومعلقة كبيرة ديال الطماطم مصبرة. واحد النص ديال المكور، يعني المكور خاص يكون ضروري في هذه الوصفة لأنه هو اللي كيشرب هذاك الزيت، كيمص هذاك الزيت اللي درنا. نص ديال المكور الا كان صغير، ولا كان كبير الكرومب، الا كان كبير كنقسموها على 4، يعني نديرو غير ربع هكذا قصاين. واحد نص حامضه صفراء ما نعصروهاش، يعني كنرميوها هكذا. من بعد كنسدو الكوكوط مع هاد الخضره كلها وهذاك الحوت والبصله اللي كنا قلينا والماء، كنخليوها تقريبا 20 دقيقه. يعني ما غاديش تاخذ طياب بزاف غير على ما يطيب لينا خيزو. من بعد كنفتحو على هاد الكوكوط وكنضيفو 3 ديال القطع ديال القرعة الحمراء، كنخليوها بالقشرة ديالها. وكنعاود نسدو الكوكوط غير 10 دقائق على ما طيب لينا القرعة. من بعد
ملي كتسالي يعني كنفتحوا هاد الكوكوط كنحيدوا هاد الخضره، يعني كتكون قابطه في راسها، ما غاديش نخليوها حتى تهرى، يعني قابطه في راسها بحال الخضره ديال الكسكسو. اييه كتبقى شاده شويه. كل خضره بوحدها كنصفوها في واحد الطاوه، القرعه والكورجيت يعني والفلفله وكله والخيزو وكلشي كنصفوه وكنديروه في الفران حتى كينشف هاد الخضره، حتى كتنشف. يعني كتنشف بحال اللي درنا الطاوه ديال الحوت. اييه يعني واضح. وراه غادي نذوقوا، يعني ماشي هذيك التشاميله كافيه لينا لهاد، عندنا ميزاننا ضروري غنذيقوا نزيدوا العطريه. واخا نسيت ما قلتهاش، يعني غادي نزيدوا العطريه في هاد وماطيشه ديال 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 الحك. كنحيدوا العطريه يعني كنحيدوا الخضره عفوا، يعني كيبقى لينا غير الماء بوحدو. هذاك الماء بالنسبه للمبتدئات يقدروا يعبروا ذاك الماء شحال ويديروا النص ديالو ديال الروز، يعني الا كانوا عندنا جوج زلايف ولا ثلاثه زلايف، الا عندنا مثلا ثلاثه زلايف ديال الماء نديرو زلافه ونص ديال الروز. وبالنسبه لينا حنا يعني تعودنا على هذا الروز، كتكون الكوكوط فيها الماء، كناخذ الروز وكنحاول نخوي الروز في في الوسط ديال الماء، كنبقى نخوي هكا بشويه بشويه حتى كيدير ليا واحد القبه هكا. ملي كيبقى يبان لنا الروز من الفوق صافي كنحبس. ولكن المبتدئات يديروا قياس الروز الدوبل ديالو ديال الماء. اييه بالطريقه العاديه كيف قلتي. كنسدوا الكوكوط عاوتاني على الروز ونقصوا ليه ونخليوه ربع ساعة، يعني ملي كنفتحوه كنلقاو الروز فيه هذيك النكهة ديال هذاك الحوت، ويعني الروز هذاك مارو حبة على ختها، واللون ديالو كيكون ما هو صفر ما هو يعني واحد اللوين مزيان بهذاك العطرية اللي درنا ومشرب هذاك يعني المرق ديال الحوت وديك الزيت اللي ديال وديال الحوت وديال كلشي، يعني كنحيدوا كل هالخضرة والحوت كنخليو غير الماء. فاش كنديروا الروز كنمشيو لصحن التقديم كنديروا الروز في الوسط، يعني كنديروا الروز بحال اللي كنديروا كسكسو وكنستفوا هذيك الخضره على طول اللي نشفات لينا في الفران. إيه يعني كنحطوا وحده وحده وحده، يعني خيزو وحده كورجيت وحده لفت، وحنا جايبين هكذا الدوره حتى كنساليو هذاك الخضره، وفي الوسط كنديروا هذاك الحوت اللي قلينا، ذاك كوربينه اللي قلينا في الاول. يعني كيجي طبق هائل. انا طبق متكامل فعلا، الله يعطيك الصحه. ما يعني عند السيده السالكه اللي كنوجه لها تحيه كبيره. يعني في البلاص يعني شديت المقادير وجيت جربته. ايه رائع. لا فعلا هو راه يعني سهل يعني كطبق، يعني في غير مراحل خصنا يعني نتبعوها كيف ما قدمتوها لنا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، واللي هو يعني طبق معروف يعني في المناطق الصحراويه وكي ايه كيقدموه للضياف والحباب. تفضلي ثاني اقتراح من عندك لنزه. اي مازال جوج اقتراحات ان شاء الله. تفضلي. عندنا مارو باللحم هكذاك. اي الحوت عندنا مارو باللحم ومزيان عرفوا الطرق بجوج باش كل مره نوعوا. أيه. عندنا مارو باللحم، عندنا كيلو ديال اللحم الابل، يعني اللي بغات دير يعني هنا كيتواجد يعني بكثره، واللي بغات دير اللحم بكري ماشي مشكل. كيلو ديال اللحم البل في كوكوط. اييه كنديروا في كوكوط واحد شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه والبزار. العطريه اللي كتكون في هذا الروز الملحه والبزار فقط لا غير، يعني الملحه كتكون قليله ويعني وبعض صديقات ما كيستعملوش الملحه نهائيا، لان اللحم اصلا فيه الملحه، اللحم البل فيه الملحه. وكنقليو هذا اللحم غير الزيت والبزار وشويه الملحه غير واحد شويه. كنغطيوه بالماء، يعني اللي طيب لينا اللحم واحد لتر تقريبا، ونرمي واحد البصله وحده مكوره، يعني غير نقيوها ونرميوها هكذاك ما مقطعه ما والو، بصله وحده. كنسدوا على الكوكوط مزيان، ملي كتصفر الكوكوط كنقصوا له واحد شويه وكنخليوه يطيب ساعه تقريبا لارب، يعني على حساب اللحم واش صغير ولا كبير. ملي كنفتحوا على الكوكوط ونلقاو هذاك اللحم طاب كنحيدوه وكنديروا الروز نفس الطريقه في هذاك الماء، وكنحيدوا هذيك البصله، يعني كنحيدوا اللحم وكنحيدوا البصله، كيبقى لينا غير الماء والملح والبزار وشويه الزيت، وكنديروا الروز اما كنعبروا كما قلت في الطريقه الاولى، اما كنديروا الروز هكذا من الفوق حتى كيدير لنا واحد الخبه صافي وكنحبسوا، وكنعاودوا نسدوا على الكوكوط مره اخرى على نار هادئه حتى كيطيب تقريبا ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. ملي كنفتحوا على الروز كنلقاوه يعني ما فيهش الماء. وفي حاله ما الا فتحت السيده الكوكوط ولقات الروز مازال خصو طياب وناشف كطيبي الماء، يعني ما ديرش الماء البارد. يعني يبقاو في الماء سخون. دير الماء طيب ومزيان، تزيد واحد الكاس ديال الماء طايب وتعاود تسد عليه. من بعد كيكون هذا الرز ابيض، يعني ملي غادي تشوفيه المره الاولى غتبان لك عادي، ولكن ملي غادي تذوقيه يعني نتمنى السيده تجربوه ان شاء الله. راه واحد المذاق راه لا يقاوم بكل صراحه. انا فعلا الله يعطيك الصحه. الله يطول عمرك. وكنا نديروا الرز في الصحن والفوق كنديروا اللحم. دوك الطريفات ديال اللحم.
وهذا هو وصفة أساسية في أقاليم الصحراء. أيه. عندنا طريقة اللحم ديال إما المناسبات ولا اللي عندك الضياف اللي كيحضروا هنايا هو كيسموه المطبوخ. المطبوخ علاش كيقولوا المطبوخ؟ يعني بحال اللي طبختي اللحم ما درتي فيه والو، يعني ما فيه حتى شي حاجة. كديري إما في طنجرة ولا في كوكوط كيلو ديال اللحم، لحم البن يعني لحم الإبل، وكاس ديال الماء. الزيت نهائيا ما كاينش، الملحة ما كايناش، يعني واخا غادي نقول لكم هذا يعني ما كاين الملحة ولا هذا، إلا جربتوه خصوصا بالحم الإبل يعني غادي تلقاوه مالح كأنه فيه الملحة. فيه الملحة، هادشي اللي كاين نوع طرية كيقلوا منها قدر الإمكان في مناطق الصحراوية، كيخليوا المذاقات ديال اللحم ديال الإبل. لأن ما كايناش أختي سناء العطرية، يعني بكل صراحة ما كايناش، يعني غير الماء واللحم الإبل. وما كاين ما كيقليوهش، يعني غير كيلو ديال اللحم وتقريبا كاس كيطيب في داك الماء، تدي عليه الكوكوط وكتنقصي له هذا اللحم، هذا كيطلق الماء ديالو وكيطلق البنه، وقد ما جلس كيطبخ يعني مزيان هكذا كيطلق هذاك العشب اللي واكل هذاك الابل. فعلا كيطلق هذاك الماء، كتخليه واحد الساعه تقريبا في هذاك الكاس ديال الماء كيطيب، كتحلي عليه يعني كتلقي شويه ديال الدغميره، كيطلق هذاك الزيت ديالو وكل شيء، شويه ديال الدغميره هكذا اللون ديالو بيض والمذاق ديالو رائع، الماء واللحم فقط لا غير. وكيتخضر ملي كتحط في الصحن يتقدم كيتخضر بالكبده ديال الابل والدروه. الطريقه ديالها كتكون شويه السيدات كتقطع الدروه ديال الابل كتقطع مربعات وكدير مع شويه نص كاس تقريبا ديال الماء، يعني غير بحال واحد نص كيلو هكا ديال الدروه مع شويه ديال الماء. وكتشحر هي الاولى مع شويه ديال الملح، قريصه الملحه، كتشحر هاد الدروه في مع شويه الماء باش كتطلق هذاك الإدام ديالها، كتشحر واحد 10 دقائق قبل من الكبده، يعني كتشحر كتطلق هذاك الإدام ديالها. من بعد عاد كنضيفوا الكبده مربعات، غير كيتبدل اللون ديالها، راها ما فايتاش دقيقه. انا اول مره طيبتها بكل صراحه، انا طيبتها بوقت بزاف، وقدم ما كطيب هي كتقصح كتولي بحال الحجره. والسر ديالها فسولت عليها، والسر ديالها يعني ما كتفوتش دقيقه، يعني كتقلبيها جوج مرات نردوا البال في الطياب ديالها عندها وقت، يعني غير كتديها وتجيبيها جوج مرات ولا ثلاثه صافي صافي مباشره كتخضري بها هذيك الحلوه وهذيك الكبده، كتخضري بها اللحم، كتجي رائعه بالصحه والراحه. الله يعطيكم الصحه تبارك الله، يعني شهيتونا اننا نجيو يعني المناطق الصحراويه وندوقوها يعني مع ناسها وفي بلاصتها. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف نزهه من طنطان اختصاصيه فن الطبخ والحلويات على كل هاد الشهيوات الصحراويه اللي قدمتي لنا اليوم، واكيد المستمعات ان شاء الله غادي يعني يشريوا اللحم ديال الابل ويعني وطفوا بزاف ديال الشهيوات الصحراويه.